أهلا بكم. تعيش الثقافة العربية والثقافة العراقية على وجه الخصوص أزمة حقيقية، وهي في مفترق الطرق، إما أن تنهض وتتخلص من التقليد والانجرار الأعمى وراء الثقافات الدخيلة وتتحرر من التبعية لغيرها، أو تختار الموت ليصبح المجتمع العراقي من غير هوية ثقافية. ملف الثقافة في العراق شهد انحدارا كبيرا بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني في عام 2003، فتجاذبته أطراف عدة، منها الواقع الاقتصادي المتردي فضلا عن سطوة الأحزاب وميليشياتها التي سعت إلى استهداف وتفتيت الهوية الثقافية وتعزيز ثقافة الولاءات المتعددة وغياب حرية الرأي وسط انتشار ثقافات أجنبية داخل المجتمع العراقي، فضلا عن هيمنة السياسيين على الملف الثقافي وتوجيهه بشكل طائفي مقيت وسط اضطرار آلاف المثقفين إلى الهجرة خارج العراق. مشاهدينا الكرام، نضع تحت الضوء في هذه الحلقة مشهد استهداف هوية العراق الثقافية وما يهددها، ولماذا تراجع الواقع الثقافي في العراق منذ احتلاله، وكيف أسهم نظام المحاصصة الطائفي في تراجع مستوى الواقع الثقافي في العراق، وما تداعيات استهداف هوية العراق الثقافية في ظل الحكومات المتعاقبة بعد احتلاله. هذه المحاور نناقشها مع ضيوفنا الكرام عبر سكايب. أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد السلام الطائي، مرحبا بك دكتور. وأيضا مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين الأستاذ حارث الأزدي. أستاذ حارث، مرحبا بك. حياكم الله. وأيضا مرحبا بك رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع هذا التقرير بداية ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. يحتفل العالم العربي باليوم العربي للثقافة من أجل التأكيد على أهمية الثقافة ودورها المحوري، حيث تعد الثقافة سلوكا اجتماعيا ومعيارا تقاس به المجتمعات البشرية، كونها حصيلة النشاط الاجتماعي وأساليب الحياة والسلوك وأنماط القيم الساندة فيه. ويرجع الاحتفال باليوم العربي للثقافة إلى إعلان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليسكو عن هذا اليوم للتكاتف من أجل النهوض بالمجتمع المجتمعات العربية وثقافتها. وفي الوقت الذي يعد المثقفون في مختلف بلدان العالم العربي يوم 25 تموز من كل عام يوما عربيا للثقافة، تشهد الثقافة العراقية ولا سيما في العقدين الأخيرين تراجعا ملحوظا على المستويات كافة، نتيجة لتسلط النظام السياسي بطائفيته التي ألقت ظلالا معتمة على الواقع الثقافي العراقي. فقد شهد ملف الثقافة انحدارا كبيرا بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني في عام 2003، حيث فرض الواقع الاقتصادي المتردي صرف الاهتمام نحو المعيشة دون تنمية الثقافة، فضلا عن سطوة الأحزاب وميليشياتها التي ضربت الوسط الثقافي من خلال استهداف وتفتيت الهوية الثقافية وتعزيز ثقافة الولاءات المتعددة وغياب حرية الرأي وسط انتشار ثقافات أجنبية داخل المجتمع العراقي، مع ضعف تشجيع مبادرات الإبداع والابتكار، فيما هيمن سياسيون متنفذون على المهرجانات بدوافع طائفية، واضطر آلاف المثقفين إلى الهجرة خارج البلاد في مشهد استهدفت فيه الثقافة في العراق وسط إهمال حكومي وتهميش للمثقفين، مما يهدد بشكل مباشر هوية العراق الثقافية في ظل الحكومات المتعاقبة التي تتبنى ثقافات أجنبية. أبدأ معك أستاذ دكتور عبد السلام الطائي، أستاذ علم الاجتماع. أستاذ عبد السلام، يعني بغداد حاضرة العالم، منارة الثقافة في العالم في عهد العباسيين، والتاريخ يشهد للعراق ويشهد لبغداد ويشهد للعراقيين. بعد احتلال العراق تدهورت الثقافة بشكل كبير، الواقع الثقافي على جميع الصعد في العراق، وحتى الآن والعراقيون يمرون بهذه المرحلة الخطيرة من استهداف الإرث الثقافي والموروث الثقافي والقيم الثقافية وكل ما يمت للثقافة العربية والإسلامية والحضارية للعراق. ما الأسباب برأيك؟
نعم، ابتداء شكرا لاستضافتكم دكتور سمير أكرم، والشكر أيضا موصول إلى ضيفيك الكريمين. الحقيقة الأسباب اللي أدت إلى التقهقر أو التراجع الثقافي، أول هذه الأسباب في تقديري هو ناجم عن التناشز والتناقض الذي حصل بين عقيدة الدولة الفارسية في العراق مع عقيدة المجتمع العراقي العربي الإسلامي. عندما أقول العراقي ثم العربي أقصد العراقي المتعدد الديانات والمتعدد الثقافات، وبما فيها وأهمها وأكبر كثافة فيها هي العربية الإسلامية. فأدت هذا التناشز بين العقيدتين أدى إلى تناقض وإلى اصطراع ثقافة المكونات السكانية التي جاءوا بها في هذا المسمى مع المكونات السياسية، أي مع عقيدة الأحزاب وثقافة اليد على الزناد للميليشيات. الثقافة كمفهوم علمي هي نظام يتكون من مجموعة من المعتقدات والسلوكيات والمعارف المكتسبة بمرور الزمن. وأيضا كما هو متعارف عليه أن لكل أمة هوية، والهوية ثقافة، والثقافة أساسها الدين واللغة واللسان. فتراجعت الثقافة بسبب تشويه وتحريف مكونات الثقافة العربية الإسلامية التي هي الدين والقيم والفكر والأدب. الثقافة في كل النظريات تتكون من ركنين، الركن المادي والركن الفكري. والركن المادي يقصد به الجانب البشري والجانب العمراني، أي فن العمارة القائم على الرياسة العربية الإسلامية والكنائس المسيحية، ويشمل أيضا النصب والتماثيل والبناء المعماري والمعالم التاريخية كملوية سامراء والحدباء وسور نينوى والآثار وغيرها. وقد تم تدمير وتغيير هذه المعالم. الغرض هو صبغ الثقافة العراقية بنقوش فارسية. أما بشريا كركن من أركان الثقافة، فبشريا تم اجتثاث العقول الثقافية، العلماء والكفاءات والقادة والأطباء وغيرهم، وتم اغتيالهم ليحل محلهم أصحاب الشهادات المزورة، ممن أصبح بعضهم وزراء وأعضاء برلمان ورئيس قضاء ممن يمتلكون السلطة. فالثقافة تراجعت أيضا بعد أن سمح للمؤسسات غير وزارة التعليم العالي والجامعات منح الألقاب العلمية وإلغاء مدة الإقامة للحصول على الشهادة. تراجعت لما تم الاعتراف بشهادات الحسينيات الإيرانية. تراجعت لما حصل أكثر من 20,000 على شهادة عليا من جامعة غير معترف بها تمولها إيران بلبنان. تداعيات الثقافة تفوق تداعيات الرصاصة ومخاطرها. فإذا كانت الرصاصة قادرة على قتل فرد، لكن تدمير التعليم والثقافة يقتل أمة بكاملها وبأجيالها. الدين، هناك محاولات لتشويه الدين من قبل وعاظ السلاطين والدعوة إلى وجود أكثر من قبل للمسلمين، وكذلك القرآن الكريم يدعون بأنه هنالك أكثر من قرآن. فتراجعت بسبب وسائل هيمنة أيضا الثقافة الفارسية الأمريكية على التعليم والإعلام والمنابر والمواكب الحسينية. هذه الوسائل الثقافية أصبح يقودها من؟ يقودها منحرفون شاذون سلوكيا، مدان قسم منهم باللواطة والمخدرات وبالجرم المشهود وباعترافهم، والاعتراف سيد الأدلة. هذه الوسائل والمتغيرات الحقيقية العمرانية والفكرية واجتثاث العقول حول ثقافة أرض سادة الحضارات وجند خاتم الرسالات والثقافات إلى دولة الخرافات. وهكذا تحول العراق من أول دولة بالعالم، أول بلد علم العالم الكتابة والقانون، إلى آخر بلد تسوده الأمية واللا قانون، وما نجم عن ذلك من انحلال معياري للقيم والعادات والتقاليد جراء التقهقر والاجتثاث الثقافي. ولا يفوتني أن أذكر أنه بعد الاحتلال تم حرق المكتبات وتم سرقة الحواسيب وتدمير المختبرات. كل هذه العوامل ساهمت في تقهقر الجانب الثقافي في العراق. نعم أستاذ عبد السلام، ابقوا معي لو سمحت. أيضا أرحب بالأستاذ
مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين الأستاذ حارث الأزدي. أستاذ حارث، يعني من وجهة نظركم، هل هو غزو ثقافي؟ هل هو استهداف للهوية العربية الإسلامية في العراق؟ وابتدأوا بالعراق من بعد العام 2003، لم يعني البعض يرى ويقول إنه لم يتم الاكتفاء فقط بتغيير معالم وقيم وأخلاق واستهداف أخلاق المجتمع العراقي من الداخل، ليس فقط إقليميا، وإنما هو يعني الموضوع متعلق بموضوع عولمة، وموضوع متعلق بموضوع تفتيت المفتت وتجزئة المجزأ، واستهداف للإسلام بالدرجة الأولى، واستهداف للقيم الأخلاقية العربية الأصيلة في العراق من خلال مواقع التواصل، من خلال هذا العالم الافتراضي، من خلال الكثير من الأسلحة الفتاكة للمجتمع. يعني لا نتحدث فقط عن موضوع المخدرات وانتشارها وأمور غيرها. هل حدثنا وجهة نظركم عن أسباب تراجع الواقع الثقافي في العراق؟ حياكم الله أستاذ سمير، وأحيي ضيفك الكريمين، وأحيي قناة الرافدين ومشاهديها. حقيقة يعني بداية أن نضع الأمور في نصابها، عملية التثقيف والثقافة والرمح المثقف هو إزالة الشوائب وإزالة الشيء الخارج عن الرمح. فالرمح المثقف أي الرمح الذي يمضي إلى هدفه برشاقة وانسياب ويضرب عمق الهدف. هاي بالنسبة للتعريف اللغوي. أما التعريف الاصطلاحي يعني كثير من التعريفات موجودة عن الثقافة، لكن بالمجمل هي المتبنيات الفكرية والاجتماعية وما نتج عنها من فنون وآداب، من شعر ورواية، من أي مظهر من مظاهر الحياة، هو هذه التي تسمى الثقافة، وهي تعبر تعبيرا كبيرا عن الهوية. فالهوية كذلك هي مجموعة المتبنيات المبنية على أساسين وركنين ثابتين بخصوص العراق وعموم المنطقة العربية، وهما اللغة والدين. فاللغة العربية هي التي تعد الركن الأساس في عملية يعني النتاج الثقافي، وكذلك الدين وما يترتب عليها من أحكام. لماذا يكون الدين؟ لأن الدين يحمل تصورا كاملا عن الحياة وما بعد الحياة. فلذلك تجد أن هذه التصورات تنعكس على الهوية الثقافية لهذا البلد أو ذاك. العراق الآن يعيش حقيقة صراعا مريرا بين ثقافتين، مع ثقافتين دخيلتين، الثقافة الفارسية والثقافة الأمريكية أو الغربية. لذلك تجد يعني أنا لا أجد أن هناك عزوفا عن الثقافة العراقية، بل أجد هناك محاولات، بعضها جاد وبعضها لا يعرف الطريق إلى ذلك، في التمسك بالهوية العراقية والتمسك بالثقافة العراقية من ناحية المأكل والملبس والمفردات. فتجد أن وسائل التواصل الاجتماعي تجد فيها الكم الكبير من أبناء الشعب العراقي، وهم يتداولون هذه الثقافة بمحبة واعتزاز. هذا يؤدي بك إلى عملية تدافع ما بين الثقافة العراقية وما بين الثقافتين الدخيلتين. الاحتلال جاء إلى العراق بمشروع صفري، بمعنى أن يهدم العراق ويمزقه ويجعل منه نثار. فلذلك تجد أن عملية الاستهداف على اللغة والدين والثقافة بشكل عام جارية على قدم وساق، ومنها هي تشجيع التفاهة وتشجيع غير المختصين
والفوضى العارمة التي تضرب المجتمع، وكل من هب ودب أصبح ينظر وأصبح يعني يقول قوله. التراجع أنا أعزوه في بداية الأمر إلى اضطراب الوضع الأمني وعسكرة المجتمع، وهذا يعني أن الثقافة بمفهومها العام انحسرت إلى مفهوم أصغر ومفهوم قسري يلجئ أبناء الشعب في اتجاه واحد، والذي يرفض هذا الاتجاه إما أن يقتل وإما أن يغيب وإما أن يهرب خارج البلاد. كذلك تراجع الواقع الثقافي هو تغييب دور النخب والكفاءات، دور المفكرين، دور القادة، كذلك انهيار المنظومة التعليمية، وهذه الكارثة الكبرى في مسألة التراجع الثقافي، لأن المعلم، اهتزاز مكانة المعلم واهتزاز مكانة الأستاذ الجامعي، أدت بالنتيجة إلى عزوف عن التعلم، إلى عزوف عن الارتقاء. لذلك تجد من الطبيعي أن تجد أن الاتجاه يمضي بعديمي الثقافة، رعاية عديمي الثقافة، تمكينهم من مناصب عليا ليسوا أهلا لها، ولم يكونوا يخطر ببالهم في ما مضى من الزمن أن يقفوا على باب هذه المناصب، فكيف بهم واليوم تمكنوا منها؟ من المؤكد أن هؤلاء يحاربون الهوية ويحاربون العلم ويحاربون الثقافة ويحاربون التعليم ويحاربون الكفاءات والنخب. نعم أستاذ حارث، شكرا لك، سوف أعود إليك مرة أخرى. أيضا رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل، أرحب بك مرة أخرى. يعني القيم في العراق استهدفت بعد العام 2003، وباستهداف القيم بحسب ما يرى الكثير من المراقبين تمت السيطرة على القوة البشرية الهائلة التي يملكها العراق. هل حدثتنا عن أسباب استهداف الموروث الثقافي والثقافة في العراق على جميع الصعد من بعد العام 2003، بعدما كان العراق منارا لكل العالم؟ وحي مشاهديك الكرام والضيفين العزيزين. أفاض الضيفان العزيزان قبلي بالحديث عن سبل ووسائل وغايات استهداف الهوية الثقافية في العراق. والحقيقة أن الثقافة في أي بلد هي انعكاس لحركة المجتمع بشكل عام، ولقيمه ولهويته وللظروف التي السياسية والأمنية والاقتصادية التي تسود في هذا المجتمع. ومنذ الاحتلال جرى يعني تعميق نوع من القيم أو مجموعة من القيم الاجتماعية والسياسية والثقافية والأمنية وإلى آخره. هذه القيم في الحقيقة مناقضة تماما للقيم التي كانت سائدة في المجتمع العراقي، ولذلك هم منذ البداية أرادوا محو العراق الذي نعرفه والذي يتصل بأمته وبجذوره التاريخية وبإرثه الحضاري، وأرادوا بناء، وهم قالوا هذا وليس الأمر استنتاجا وإنما معلنا، قالوا بناء العراق الجديد، أرادوا بناء العراق الجديد. عندما قالوا أو وصفوا العراق بكلمة الجديد، هذه الجدة لا تعني الحداثة والتطوير، وإنما تعني قطع الجذور بالإرث الحضاري للعراقيين، قطع الجذور بالعوامل القيمية سواء لغة أو دينا أو تاريخا أو انتماء للأمة. وبالتالي هذه الفوضى التي نجدها الآن في العراق هي انعكاس طبيعي لهذه القيم التي يراد زرعها في المجتمع العراقي. هذا التجهيل المتعمد الذي نراه هو أمر طبيعي لمشروع الاحتلال في العراق. العراق عندما كان دولة يقودها أبناؤها
يقودها أبناؤها، كان هناك معالم أساسية في الثقافة العراقية، كانت هناك مهرجانات أساسية. العراق على سبيل المثال مهرجان المربد، مهرجان المتنبي، مهرجان الواسطي، المعارض الفنية التي أقيمت لها أفضل المراكز الفنية، كانت حركة الفن بكل أنواعه، الفن التشكيلي، التمثيل، النصب والتماثيل، كلها تسير في إطار تعميق الهوية العربية والإسلامية، حتى إطلاق أسماء الشوارع، أسماء الساحات، عدم جواز التسمي بالأسماء الأجنبية في المرافق العامة، كل هذا لأن العراق كان يسعى، أو الدولة العراقية كانت تسعى إلى ربط المجتمع بقيمه وبتاريخه وبانتمائه الحضاري، لذلك وانتمائه للأمة بشكل عام. الآن عندما تبدلت الظروف وتحول الأمر إلى غير أسند إلى غير أهله كما يقال، وسيد الرويبضات الذين يتحكمون في الشأن الثقافي والشأن التعليمي وفي الشأن السياسي وفي الشؤون كلها التي نراها في العراق، أصبحت هناك ثقافة دخيلة هجينة لا تمس إلى العراق، لا تمت إلى العراقيين بصلة، ولا تمس يعني تاريخهم ولا انتماءهم اللغوي وانتماءهم الديني وانتماءهم الحضاري. يعني حتى المسيحيين في العراق كانوا ينتمون إلى جملة الحضارة العربية والإسلامية، وإن تدينوا أو دانوا بدين آخر، ولكن هم ضمن هذه الحركة الواسعة التي تجعل للغة العربية مكانتها، وتجعل الدين الإسلامي مكانته الرئيسية في المجتمع، وتجعل للانتماء الثقافي والتاريخي سواء للحضارات العراقية سومرية، بابلية، آشورية، أكادية إلى آخره، وإلى الحضارة الأموية والراشدة، الدولة الراشدة، والحضارات يعني الحضارات أو الحركة الحضارية عفوا والثقافية في الدولة الأموية والعباسية وإلى آخره. أما الآن فهناك سيادة لثقافة اللطم، ثقافة الطائفية، ثقافة الاغتراب، ثقافة الإلحاد، كل ذلك أمر مقصود. هذه المساعي ليست مساعي فردية وليست مساعي عشوائية، وإنما هناك مخطط للتجهيل ولقطع الجذور، ويلخصه كما قلت مشروع محو العراق ومشروع بناء عراق جديد لا يمت إلى كل القيم وإلى كل التاريخ العراقي والعربي والإسلامي المجيد الذي نعرفه. ولذلك هناك يعني عفوا هذه الفوضى الثقافية، هذه الفوضى الثقافية هي انعكاس للفوضى في القطاع التعليمي وفي الجوانب السياسية وفي القطاعات الاجتماعية المختلفة إلى آخره. نعم أستاذ مصطفى كامل، سوف أعود إليكم مرة أخرى. بالعودة إليكم دكتور عبد السلام الطائي، يعني مفهوم الثقافة مثل ما تفضلتم مع ضيوف الكرام، الدين، اللغة، الإنسان، القيم، وما يتعلق بالبناء والعمارة وكذلك المعالم، وفيما يتعلق بالموارد البشرية التي تتمثل بالعلماء والمثقفين والأساتذة والقضاء وإلى آخره من العناصر البشرية التي تسهم في الحفاظ على هذا الموروث الثقافي. الآن أصبحت الثقافة في العراق لها مفاهيم ومصطلحات مستجدة دخيلة معلبة جاءت بعد الاحتلال مع وجود البثوث على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى أي مدى تنظر إلى هذه الأسلحة الفتاكة التي أسهمت بشكل كبير في انحدار القيم والموروث الثقافي والأخلاقي في العراق؟ هو الحقيقة صدر كتاب بعد الاحتلال أشار إلى الأستاذ مصطفى كامل، محو العراق وزرع شعب آخر الحقيقة، والعراق الجديد لغرض الحقيقة فصل الحاضر
والمستقبل عن الماضي الذي هو أساس الحضارات العراقية العربية الإسلامية. فمن التداعيات اللي حصلت أيضا أنه تحولت يعني، وهذا جزء مما يهدف إلى أيضا كتاب محو العراق، أنه تحولت الثقافة الوطنية بعد 2003 بعد نكبة العراق الكبرى الحقيقة، تحولت الثقافة الوطنية إلى ثقافات وليست ثقافة، ثقافات طائفية وعرقية، وتحول المكون العراقي الواحد إلى مكونات، وتحولت دولة المواطنة إلى دولة الطائفة. البلدان كما هو معروف لا تنتهي بالدمار الذي تسببه الحروب على الأرض، لكنها تنتهي وتنهار عندما تزرع الفتن لاجتثاث ثقافتها، حينها يفقد المجتمع ثقافته التي هي منظومة متكاملة، مثل ما أشار الأستاذ رئيس قسم هيئة علماء المسلمين، منظومة متكاملة من القيم والأخلاق والتقاليد والأعراف المتوارثة جيلا بعد جيل، والمبنية على أسس الثقافة الواحدة للماضي والحاضر الواحد. الغرض من الاجتثاث الثقافي هو تحويل المجتمع العراقي من نسق ثقافي ديموغرافي واحد إلى أنساق ديموغرافية وثقافية مختلفة ومتناحرة، شيعة سنة كرد عرب. للغرض هو حتى تكون عملية التحكم فيهم والسيطرة على هذه المجاميع الصغيرة من قبل إيران وأمريكا وإسرائيل وبريطانيا أكثر يسرا. فهدف التهجير الذي حصل مثلا هدفه كان هو إحلال جماعات أخرى اللي تم منحهم الجنسية والذين تسللوا إلى العراق واللي فقدت الحاسبة المركزية بسببهم يعني بالملايين. فهؤلاء الحقيقة تهجير المواطنين الأسرة ليحل محلهم هؤلاء الدخلاء حتى تتم عملية صبغ الفسيفساء الثقافي العراقي الجميل بالسواد الديموغرافي الفارسي والهندي والباكستاني القبيح. عمرانيا يراد من العراق أو من تداعيات أيضا تدهور أو استهداف الثقافة، عمرانيا يراد من العراق أن يتحول طرازه المعماري العربي الإسلامي إلى طراز ذات نقوش فارسية هندوسية. ولاحظنا أبو جعفر تمثال أبو جعفر المنصور وملوية السامراء والموصل الحدباء وغيرها. وأيضا من الثقافة أو أجزاء أو أركان الثقافة المستهدفة كان هو اجتثاث العقول. ثلاثها بعد اجتثاث العقول اجتثاث الشعب العراقي مذهبيا ودينيا وقوميا بالتهجير حتى يجعلوا من مدنه مدن خالية من السكان السنة والتركمان، علاوة طبعا على المسيح والأزيدية، ليحل محلهم شعب آخر هم الفرس والباكستانيين والهنود. ومن ضمن أيضا تداعيات المحاصصة تسييس المذهب وعسكرة الطائفة، وهناك فتوى واضحة بتأسيس الحشد الشعبي وحشد العتبات والمرافق. إحنا ليست لدينا مشكلة مع الطائفة أبدا في العراق منذ أن تأسست الدولة العراقية وحتى ما قبلها، لكن مشكلتنا مع الطائفية. هذا التسييس وهذه العسكرة هدفه كان ولا يزال شد الأطراف كما يسميه في علم الاجتماع السياسي بين العراقيين عن طريق المذاهب والأديان والقوميات الاقتتالي فيما بينهم. لكن الذي حصل وهذا مؤشر إيجابي يجب أن نسلط الضوء عليه وأن تتوجه إليه عدسات الكاميرا، أن الذي حصل هو ليس اصطراع واقتتال بين المذاهب، وإنما هو اقتتال واصطراع ما بين المكونات السياسية مع ضد والمكونات السكانية ضد سياسة الاجتثاث الثقافي والمذهبي والديني والعرقي. وهذا مؤشر حقيقة جدير بالاهتمام في تقديري له أبعاد استراتيجية، يعني أرادوا بيننا لكن نحن وهم أصبحنا جهتين متناقضتين.
العراق كان أول بلد بالقانون والكتابة وحصل على جائزة اليونسكو بمحو الأمية. وتم توسيع القبول بالدراسات العليا خلال استئذار الأستاذ سمير الشيخ لوزير للتعليم، وأصبح حملة الشهادات العليا معترف بشهاداتهم دوليا في جميع دول العالم. فاق عددهم عددا كبيرا من أقرانهم بالدول العربية، وهم الآن كالقناديل ينيرون الدرب للأجيال بالجامعات ومراكز البحوث العربية والأوروبية. ومن التداعيات أيضا أصبح العراق أسوأ بلد، بلد للخرافات وصناعة التفاهات، بلد يسوده الجهل المقدس والتجويع والترويع، تدمير التعليم. أصبح العراق الآن بعد توسع التعليم أصبح العراق الآن منبرا علميا، بينما في الوقت سابقا في الوقت الحاضر مخصصات الوقف الشيعي والوقف السني 50 ضعف ل 50 ضعف عن مخصصات وزارة التربية والتعليم. وعندي بالأرقام الوقف الشيعي 591 مليار، الوقف السني 281، وزارة التربية والتعليم 11.4 مليار. هذه هي عقيدة وفلسفة الدولة، دولة الطائفة لا دولة المواطنة. الأخطر من ذلك إذا سمحت دقيقة واحدة، أنه الآن المراجع الشيعية في العراق هي التي تنظر ويجب أن توافق على المناهج التربوية مع الطرح الشيعي لإقرارها، وإلا لا تقر. وأيضا يشرف على المدارس في النجف وفي كربلاء ليست وزارة التربية العراقية، وإنما يشرف عليها الملحق الثقافي الإيراني. نشأت عندنا ثقافة نهب المال العام بنظرية المباني الفقهية لشيعة الإمام الخميني، يجوز للفقيه التصرف بالمال العام، وكذلك حق منح الفقيه الحزب السياسي، تفويض شرعي مفتوح للتصرف بأموال الدولة وأموال النفط والمعابر وغير ذلك. فالانحلال المعياري والمثلية وإباحة الاغتصاب، اغتصاب القاصرات بالقانون الجديد، كلها هذه كانت من نتاج السياسة المذهبية والعقيدة الفارسية. نعم، ثقافة يعني الموروث الثقافي في العراق. شكرا أستاذ عبد السلام، سوف أعود إليكم، أبقى معي لو سمحت. بالعودة إليك أستاذ حارث الأزدي، الموروث الثقافي في العراق يعني تدهور الواقع بشكل كبير، ونال من جميع معالم العراق. يعني على سبيل المثال لنأخذ موضوع العطل والأعياد التي تصنف طائفيا، لنأخذ موضوع صناعة الأعداء من الداخل وعسكرة المجتمع، كلها تعتمد على الطائفية وتعميق الكره المجتمعي داخل المجتمع الواحد، يعني النسيج المجتمعي العراقي. هذا الأمر كيف سيترك أثره مستقبلا على الأجيال في ظل نظام المحاصصة الذي إن صح التعبير اعتمد على يعني ما يصطلح عليه الآن بالإباحية في كل شيء، كل شيء مباح، القتل مباح، التغييب مباح، السرقة مباحة، الاغتصاب مباح، سن القوانين لتزويج القاصرات مباح، منع أن ترث المرأة مباح. كل شيء سيء في العراق عمل عليه نظام المحاصصة وعمل على تكريسه. كيف سيترك ذلك من آثار سيئة على الأجيال التي تعاني الآن من 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 الاضطهاد؟ حياكم الله أستاذ سمير. حقيقة المحاصصة أسميها أم الداء. المحاصصة الطائفية التي جاء بها الاحتلال هي التي أسست لكل المشاكل ما بعد ذلك، بمعنى أن المحاصصة الطائفية هي التي أنتجت هذا التراجع وهذا الانهيار وهذا الانحطاط في المستوى الثقافي الذي يشهده البلد. لماذا؟ لأننا خرجنا من الهوية الجامعة، الهوية العراقية. وأنا أريد هنا أن أضيف شيء كنت ألمسه قبل الاحتلال، أننا في العراق هويتنا عربية، نعتز بعروبتنا ونعتز بإسلامنا أكثر مما يكون ظاهرا في مسألة يعني العراقية.
يعني قبل الاحتلال كنا لا نسمع أنه مسألة العراقية، لا نسمع العربية والإسلامية لأننا ننتمي إلى هذه الأمة، لكن نحافظ على خصوصيتنا العراقية. جاءوا بالمحاصصة لعملية تفتيت المجتمع وعملية شرذمة المجتمع وعملية الخروج من الهوية الجامعة إلى هويات فرعية مؤسسة لكثير من المشاكل مستقبلا، فنتج عن ذلك هذا التراجع. بل أدعوك أن تنظر بعين التحليل إلى حتى هذه المحاصصة الطائفية، انظر إلى الطوائف، ستجد هناك في داخل هذه الطوائف هناك محاصصة أيضا، يعني بمعنى الأحزاب التي جاءت بعد 2003 استلموا زمام السلطة. فاليوم نشهد صراعا كبيرا بينهم، لماذا؟ لأنها أيضا صارت محاصصة داخل المحاصصة. وكذلك السنة الذين دخلوا في العملية السياسية توهما بأنهم سينقذوا، بعضهم طبعا توهموا بأنهم سينقذوا سنة السلطة. أستاذ حارث، هل تعتقد أستاذ حارث أن سنة السلطة دخلوا إلى العملية السياسية بغية إنقاذ السنة، أم دخلوا من أجل السرقة ومن أجل الاستغناء والاستثراء على حساب أموال العراق؟ من أجل السرقة ومن أجل النهب والسلب، ولكن تحت لافتة أننا سنرفع الضيم، سنرفع القهر، سنعادل الميزان، نعادل كفة الميزان. والقوانين التي أقرت أثبتت أنهم تبع وأنهم مجرد ديكور وأنهم يسعون إلى مصالحهم لا أكثر ولا أقل من ذلك. لذلك تجد أن المحاصصة الطائفية هي أم الداء، وهي التي ضربت المساحة المشتركة التي كان يعيش بها العراقيون. يعني عبد الرزاق عبد الواحد لم يطلب منه أن يتنازل عن دينه، ولا نازك الملائكة تتنازل عن قناعاتها، ولا آخرين، ولا أي فنان، ولا صحيح. لم تكن تعرف قناعاته وعقيدته بالشكل الذي تفرض عليه قسريا أن يكون بهذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه، لكن هو في المجموع العام، هو حقيقة في المجموع العام يكون منساق مع الهوية الثقافية العراقية التي تعتمد على أساس اللغة والدين بمشتركات يندرج تحتها حتى من يدين بغير الدين الإسلامي، لأنهم يعيشون في مجتمع وهناك علاقات اجتماعية وعلاقات ثقافية تندمج، فينصهرون في بوتقة واحدة لتكون هذه الهوية هي الهوية الجامعة. لذلك تجد أن الأفكار الممزقة والأفكار الهدامة اليوم عمالة يعني تعمل بشكل كبير في ضرب المجتمع وانهياره. تجد من خلال المحاصصة الطائفية في إقرار الأعياد، تجد المحاصصة الطائفية في المناصب، تجد المحاصصة الطائفية المشكلة يعني إقرار الأعياد لم تكن فيها محاصصة، وإنما كان فيها فرض من طرف واحد على جميع الأطراف. نعم، والأدهى من ذلك أن المعترضون أن المعترضين قالوا أن مثل ما أقررتم هذا أقروا لنا غيره، بمعنى أنها محاصصة. أنا لا أقول بأن هؤلاء يستطيعون إقرار عيد لهم أو يميزهم، لأنهم أدنى من ذلك، إنهم مجرد ديكور. لكن السياق العام، السياق العام في الدولة ماض على تحكم مطلق لفئة معينة، وفئة أخرى حصتها الديكور، وفئة ثالثة تلك حقيقة أرادت لها الولايات المتحدة الأمريكية وضعا خاصا، فالكل منساق وراء الرغبة الأمريكية. نعم أستاذ حارث، شكرا لك. أستاذ مصطفى، يعني العراقيون فرحون بتخصيص الأعياد على أساس طائفي، فهم بحاجة إلى هذه الأعياد لكي يكملوا فرحتهم بوجود السياسيين ووجود العملية السياسية ونظام المحاصصة الذي جعل العراق جنة الله على الأرض على كافة الصعد. من وجهة نظرك،
كيف هو لسان حال المواطن العراقي الذي يرى لم يصبح للإرث الثقافي قيمة في العراق؟ يعني تزال منارة مسجد عمرها مئات السنين من أجل شارع عرضي، أو مثلا هدم معالم تاريخية، أو استهداف أو تحريض على يعني تدمير مئذنة الملوية في سامراء، أو حتى استهداف الرموز أو الشعراء المشهورين في العراق والمثقفين. مسلسل قتل العلماء لم ينتهي إلى حد الآن. ما هو لسان حال المواطن العراقي في ظل وضع اقتصادي سيء وفي ظل فساد وسرقة يعني أصبح أبطالها السياسيون في العراق؟ يعني بودي أن أشير إلى نقطتين قبل الحديث عن هذه القضية. يعني موضوع المحاصصة هو ليس عشوائيا أن يؤتى بعناصر من الميليشيات يقودون الميليشيات الإرهابية التي لا تمت إلى العراق لا وطنية ولا انتماء ثقافيا ولا انتماء دينيا. هؤلاء كيف يؤتى بهم لتسلم مناصب مثل وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية أو وزارة الثقافة أو المجمع العلمي العراقي أو إلى آخره، أو الجامعات، رؤوس الجامعات؟ هذه عندما هذه النقاط يعني أو هذه المفاصل الحيوية في المجتمع عندما تسند إلى عناصر ميليشياوية، فالمقصود هو تخريب هذه المحطات والمعالم الأساسية في بناء شخصية المجتمع العراقي وشخصية الفرد العراقي الجديد. يعني الأمر ليس عبثيا وليس عفوا ليس عشوائيا، وإنما هذا العبث مقصود تماما وفق نظام المحاصصة الطائفية، وفق نظام أو وفق مسعى محو العراق واستبداله بعراق جديد منقطع عن هويته. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن هناك استهداف واضح لكل المعالم الأساسية في الثقافة العراقية، سواء كانت هذه مساجد، مكتبات، معارض فنية، تماثيل إلى آخره. هذه كلها عمليات مقصودة يجري استهداف هذه المعالم الأساسية وبناء معالم جديدة لا تمت إلى الثقافة العراقية والعربية والإسلامية. وأنا هنا لا أتحدث يعني المجتمع العراقي، هذه نقطة أشار إليها الضيفان الكريمان قبلي، العراق لم يكن عراقا، ثقافة العراق والتوجه الثقافي العام في العراق لم يكن مغرقا في العراقية، إنما كان مغرقا في ثقافته أو توجهه العربي والإسلامي، لأن الثقافة العراقية ليست ثقافة محصورة بحدود جغرافية اعتمدها المحتل الإنجليزي والمحتل الفرنسي في مطلع القرن العشرين، وإنما هي ثقافة عربية وإسلامية تمتد على كل الرقعة الجغرافية التي أبدع فيها العرب والمسلمون بشكل كبير خلال القرون الماضية التي تألقت فيها الحضارة العربية والإسلامية عبر مراحلها المتعددة. موضوع الرد الفعل العراقي، الحقيقة هناك محاولات جيدة للمقاومة، هناك محاولات جيدة لرفض هذه المشاريع، هناك تصدي شعبي جيد إلى حد ما، ولكن مع استمرار هذه الهجمات المقصودة والمنظمة، مع استمرار عمليات التجهيل والطائفية المقصودة ومحو المعالم العراقية الأصيلة والتاريخية الأصيلة، كل هذه تضعف استمرار الحال، تضعف المقاومة العراقية الأصيلة، وبالتالي هناك عمليات خنق يعني للصوت الوطني المعارض الذي يعني يرفض هذه الثقافات الدخيلة وهذه الإملاءات الخارجية التي تمحو هوية العراق وتدخل يعني أو تحل بدلها
ثقافات بديلة. استمرار العملية، يعني هناك مقاومة جيدة من الوعي جيد من الشباب العراقي، ولكن بالمقابل طول المدة التي أسفرت عنها مرحلة الاحتلال وعملاء الاحتلال خلال السنوات 21 الماضية، استمرار الضغط واستمرار الهجمة المعادية بالتأكيد يعني خنق الأصوات المعارضة لهذه السياسات المنظمة، كل هذا يعني سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج سلبية. أنا أدعو المواطن العراقي إلى استمرار تسلحه بقيمه وبثقافته وبحضارته وبانتمائه لأمته ولتاريخه ولموروثه الثقافي والديني واللغوي، الاهتمام بالهوية الجامعة بدل هوية الحديث عن مكونات، نحن نرفض الحديث عن مكونات سنية وشيعية وكردية، هناك مكون واحد يفترض أنه هو الشعب العراقي. الآن هناك حقيقة فئتان في الشعب العراقي، هناك الشعب العراقي بكل هوياته الإثنية والعرقية والدينية والمذهبية، وهناك الطرف المقابل هو طرف الأعداء الذي ينسجم به أو ينساق معه كل الذين جاء بهم الاحتلال الأمريكي والإيراني المشترك للعراق، بصرف النظر إن كانوا مسلمين أو مسيحيين، عربا أو أكرادا أو تركمانا، سنة أو شيعة، الأمر سيان، هؤلاء جميعا في خندق، والشعب العراقي كله بهويته الواحدة الجامعة، نحن نحتاج إلى في خندق آخر، نحن نحتاج إلى الهوية الجامعة، تعزيز المواطنة العراقية بدل ثقافة المكونات، تعزيز الهوية الثقافية العراقية العربية الإسلامية بدل ثقافة المكون كذا والمكون كذا والطائفة كذا والعرق كذا وإلى آخره. الهوية الوطنية الجامعة هي من يستوعب كل هذه القيم وكل هذه المكونات وكل ثقافاتها وكل إبداعاتها ضمن خط وطني واحد يحقق الهدف الأساسي في بناء عراق واحد وشعب واحد. نعم أستاذ مصطفى كامل، شكرا لك. أخيرا دكتور عبد السلام، من وجهة نظرك يعني أمام التسونامي العظيم من الغزو الثقافي المهدد للواقع الثقافي في العراق، لقيم العراق، للأخلاقيات، لجميع ما يمت للغة والدين من صلة، ما يعزز الثقافة، هل ترى الآن في ضوء هذا الغزو الثقافي العنيف بجميع المستويات وجميع الأدوات المتاحة خلال هذا العصر، هل ترى أن يعني الواجب على الكفاءات، الواجب على من بيده التأثير في المجتمع العراقي، المسؤولية الكبرى، هل تجدها يعني بمستوى الحدث، بمستوى ما يتعرض له العراق من مخاطر في هذا المجال؟ نعم، هو الحقيقة يعني الأدوات هي متوفرة ولكن تنقصها المستلزمات، الأدوات الفكرية أو الأدوات الثقافية والحضارية العراقية أو التي في الآخر تحاول. وأشرت أنه الرصاصة تقتل فردا ولكن الثقافة تقتل جيلا كاملا. المستلزمات المادية والإعلامية كلها الآن بيد الطرف الآخر ويمتلك بخيارات وظفها في هذا الجانب. في أقل من دقيقة لو سمحت دكتور. نعم، الأمم تتطور الحقيقة لما ينظر للمواطن حسب قدراته وكفاءته، مو حسب انحداراته وانتماءاته وولاء الأجنبي. وهذا هو الفرق ما بين عراق الأمس وعراق ما قبل الاحتلال وما بين عراق اليوم. البارقة الأمل القوية الحقيقة اللي عجزت السلطة وحتى المشروع الدولي بالعراق بالمحاصصة، إنه جميع العشائر العراقية العربية والكردية والتركمانية مكونة من الشيعة والسنة، ولذلك رغم برامجهم وما يمتلكونه من آلات
إعلامية وعسكرية وغير ذلك، ثار الشعب العراقي سواء باعتصامات الفلوجة أو بثورة شباب تشرين الغيارة في المناطق الشيعية. هذا إن دل على شيء يدل على الوحدة الثقافية، على الهوية الثقافية الواحدة، على أن الصراع في العراق ليس صراع ما بين المكونات السكانية، وإنما ما بين المكون السياسي اللي قسمه إلى مكونات، وما بين المكونات السياسية الطارئة. شكرا جزيلا أستاذ علم الاجتماع دكتور عبد السلام الطائي، وشكرا جزيلا مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين الأستاذ حارث الأزدي، وشكرا أيضا لرئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. شكرا ضيوف الكرام. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية في أمان الله.